اليوم تم إعطاء الانطلاقة لبرنامج أوراش جوج، الشق المتعلق بدعم الإدماج المستدام اللي عنده ثلاثة ديال الأهداف. الهدف الأول هو تسهيل إدماج جميع الفئات، خصوصا الفئات اللي كتلاقي صعوبات، يعني الأشخاص الغير حاملين للشهادات، الأشخاص في وضعية إعاقة، المهاجرين في وضعية قانونية. الهدف الثاني هو تعزيز الرأسمال المالي للمقاولات وخفض الكلفة ديال التشغيل، والهدف الثالث هو تعزيز العمل اللائق، لأن الاستفادة من المنحة ديال 1500 درهم راهينا بتسجيل وتصريح بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهذا غادي يمكن المستفيدين من جميع الحقوق، يعني التغطية الصحية، التعويضات العائلية وكل الخدمات اللي كيتمتعوا بها المستخدمين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ما يفوق 100,000 منصب شغل اللي تم التوقيع عليهم اليوم، أكثر من 30,000 مع مقاولات بعينها بالنسبة لمناصب محددة، وأكثر من 70,000 مع فيدراليات مهنية اللي كتمثل قطاعات واعدة اللي عندها حاجيات كبيرة من الموارد البشرية. اليوم كنشهدوا لهاد التوقيعات اللي حنا بالنسبة لنا في فيدرالية التجارة والخدمات اللي تحت لواء الكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب. كنعرفوا بان هاد جوج قطاعات ديال التجاره وديال الخدمات كيحتاجوا بزاف ديال العمال، وهذا الدعم هذا الان غادي يشجع المقاولات باش يخدموا اكثر عدد ديال الناس. والحاجه المهمه في هاد النسخه الثانيه وهو انه غادي ممكن بعد نخدموا بعض الناس، بعض اللي ما عندهمش حتى شواهد، وهذا امر مهم لان كتعرفوا في الخدمات كنحتاجوا بزاف ديال العاملين، منهم ذوي الكفاءات ومنهم اللي ما عندهمش ربما حتى شهادات. كنفرض بعض على سبيل المثال، كاين لي سوسيتي دو غاردييناج، لي سوسيتي دو نيتواياج، هادو كلهم غادي يستافدوا من هذا الدعم وغادي يشجعوا المقاولات باش نوظفوا اكثر واكثر. وكان هناك التزام بعد الاعداد ديال هذه التوظيفات. وشكرا. هي ارقام في الاول ابتدائيه، حنا غنبداو وما غاديش نوقفوا، يعني ماشي حيت غادي توصل للرقم اللي محدد وتحبس، حنا غادي نمشيو في هاد الاتجاه، لانه كل هذا الدعم هذا فعل هو تفعيل موضوعي للمقاوله. اذا غادي نفعلوا اكثر واكثر، الجهد كامل غادي نبذلوه، وغادي نهضروا مع المقاولات اللي كينتميو للفيدرالية باش يمكن يمشيوا الى ابعاد اخرى. اليوم جد فخورين لهذه الاتفاقيه اللي وقعنا عليها مع السي الوزير ومع لانابيك، لان كتمكن المجموعه ديالنا اللي كتعرفوا باننا غادي تعرفوا واحد مجموعه الافتتاحات السنه المقبله، 14 المستشفى خاص ومصحه خاصه اللي غادي تعرف تفتح الوجود ديالها ان شاء الله في سنه 2024 على الصعيد الوطني، اللي غتزاد على هاد 21 مصحه اللي كاينه ديجا المجموعه اللي كتوفر عليها على الصعيد الوطني. دونك غادي نكونوا تقريبا حنا ملتزمنا مع الاعانه ديال الدوله باش نخلقوا واحد 4,000 منصب شغل زايده على 4,000 اللي كاينه ديجا عندنا، تنتوفر على المجموعه عندنا 4,100 شخص ولا بلوتو 4,100 منصب الشغل ديريكت، سي دي زومبلوا ديريكت. والسنه المقبله غادي نزيدوا تقريبا 4,000 غادي يستافدوا من هاد الشغل معنا ان شاء الله في المجموعه ديالنا. وهذا دونك هذا الدعم هذا اللي كان من عند الدوله من ناحيه ماديه ولا من ناحيه التكوين المستثمر ديال الشغيله ديالنا، كنتمنوا ان شاء الله نكونوا في حسن الظن ديال
ديال المواطنين. والسلام عليكم ورحمة الله. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.